فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك أشرطة تباع في التسجيلات قد خزن فيها آيات الرقية لسماعها، يقول هل هي مشروعة وتكون هذه الطريقة كافية؟ تباع ولا إيه؟ نعم، ما يجوز بيعها على الطريقة هذه. نعم، الرقية مباشرة من الراقي إلى المرقي ينفث عليه، أما أنه يجعله بشريط ويجعله ما يصلح هذا. نعم.